بالنسبة لصلاة الجهر يا شيخ، يعني مثلا يعني هل الواحد يذكر، يعني يقول يظهر بسم الله الرحمن الرحيم حتى بعدين يبدأ الحمد لله رب العالمين؟ يعني تقول الصلاة الجهرية هل يجهر فيها بالبسملة أو لا؟ الصحيح أنه لا يجهر فيها، صحيح أنه لا يجهر فيها، وذهب بعض العلماء إلى أنه يجهر فيها، وهذا مبني على هل البسملة من الفاتحة أو لا. إذا قلنا هل من الفاتحة يجهر فيها، وإذا قلنا لا لم يجهر، والصحيح أنها ليست من الفاتحة وأنه لا يجهر فيها.